بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة التغابن، وهي مدنية وقيل مكية. الصفحة 73. قال الطبراني: حدثني محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا العباس بن الوليد الخلال، حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه 5 آيات من سورة التغابن. أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح، وهو غريب جدا بل منكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذه السورة هي آخر المسبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها، ولهذا قال تعالى: له الملك وله الحمد، أي هو المتصرف في جميع الكائنات، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، أي مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وكقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الآية، وقوله تعالى: وإليه المصير، أي المرجع والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية، فقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم، أي في الدار الآخرة، مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا أبشر يهدوننا،
أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم، فكفروا وتولوا أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله أي عنهم، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم دليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها. وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، والثالثة هي هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يعني القرآن والله بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. وقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقوله تعالى ذلك يوم التغابن قال ابن عباس هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وكذا قال قتادة ومجاهد، وقال مقاتل بن حيان لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت وقد فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهكذا قالها هنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه ليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يستهزى يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن هيعة، حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنابة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. لم يخرجوه. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل، ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. هو أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، وفعل ما به أمر، وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال تعالى: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ولهذا قال تعالى هاهنا فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم، وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف الصيدلاني حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن الفريابي وهو محمد بن يوسف به، وقال حسن صحيح، ورواه ابن جرير الطبراني من حديث إسرائيل به، وروي من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه، وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله تعالى: والله عنده، أي يوم القيامة، أجر عظيم، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعدها: وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعصران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعصران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به. وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد، ولوددت أن بمكانه سرع القوم، فقال: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلوب، وإنهم مجبنة مبخلة محزنة. ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الطبراني حدثنا هاشم بن مرثد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير
حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء وابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورست عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. وعوي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتالة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقدم تفسيره في سورة الحشر. وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية لما أغنى عن إعادته ها هنا ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه. ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول من يقرض غير ظلوم ولا عديم، ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويغفر لكم أي ويكفر عنكم السيئات، ولهذا قال تعالى والله شكور أي يجزي على القليل بالكثير، حليم أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات، عالم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم تقدم تفسيره غير مرة. آخر تفسير سورة التغابن ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الطلاق وهي مدنية الصفحة 77 و300. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن قتادة عن أنس قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها
فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل. هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، وموضع استقصائها كتب الأحكام. وأنس لفظ يردها هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا، فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتاده وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن إكرمة الضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال إكرمة فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر والقرء الحيضة، أن يطلقها حبلا مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلا هي أم لا. ومما هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملة قد استبان حملها، والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى وأحصوا العدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. واتقوا الله ربكم، أي في ذلك. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء خراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بلت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. وقوله تعالى وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك. وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما ألقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال هي الرجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتالة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، أي المقطوعة،
وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيلة بشعير يعني نفقة، فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأتي يرشاها أصحابي، فأعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث. من فضلك تابع بقية المادة. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا بكر بن بكار حدثنا سعيد بن يزيد البجلي حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة المخزومي، فقالت إن أبا عمرو ابن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة عليه والسكنة، فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو ابن حفص أرسل إلي بطلاقي، فسألت أولياءه السكنة والنفقة علي، فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي، قال أبو حاتم الرازي هو شيخ يروى عنه. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال ابن دريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم، قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر، وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه شرع هذا، ومن يخاف وإقام الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح،
وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا كهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة؟ قلت: إلى الساعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمال مكة. قال: كيف تصنع إذا خرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى الساعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خير من ذلك؟ قلت: أو خير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا علي بن عبيد، حدثنا زكريا عن عامر عن شكير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكبر آية في القرآن فرجا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر، حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود ومسروق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إذا شاء أعطى وإن شاء منع من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث يرجو ولا يأمل. وقال السدي: ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك الأشجعي، كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجا. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسير أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنم قد أصابه من المغنم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن جرير، وروي أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان وهو الثوري به. وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقطوا القد عنه، فخرج فإذا هو بناقة لهم ركبها وأقبل، فإذا بصرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم، فأتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: وسوأتاه وعوف، كيف يقدم لما هو فيه من القد؟ فاستبق الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا ليث، حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدث أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. وقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، كقوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويأذن له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة، وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها، أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة: وكان الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال تعالى: واللائي لم يحضن. وقوله تعالى: إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: فإن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر.
وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قال حدثنا ابن إدريس أنبأنا مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولاة الأحمال، قال فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن أبي حاتم بأوسط من هذا السياق فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل، قال فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى ومن كانت حاملة فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعاد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة. وقال البخاري حدثنا سعيد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين، قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعته بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخرى. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا لاية حتى وضعت، فلما تعلق من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها، كما قال مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أنبأنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية أسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلق من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل وابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي شيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي. هذا رد مسلم ورواه البخاري مختصرا. ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية
وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو محمد عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه قال محمد ففطنت له فقلت له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة قال فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة فنزلت في سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علي عن أيوب به مختصرا ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكر وقال ابن جرير حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال من شاء لعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ثم قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لعنته أن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن الأعمش وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنبأنا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاثة أو المتوفى عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصلاح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داوود السماني حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه قال لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية قال أجلهن أن يضعن حملهن المتوفى عنها والمطلقة قال نعم وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا ثم قال تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
أي يظهر عنه المحظور ويجزي له الثواب على العمل اليسير. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملة أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. وقوله تعالى فإن أرضعن لكم أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد ائذنا بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبن وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقب أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة، ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرة ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل
إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها. فما لبس اللبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام. فجاءه الرسول فأخبره، فقال رحمه الله تعالى: تأول هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، أخبرني أبي، أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد ابن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هذا حديث غريب من هذا الوجه. بهذا القدر من تفسير سورة الطلاق ينتهي تسجيل تفسير سورة التغابن. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.